المقاولتية في البيئة الجامعية رهان رفعت التحدي فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل ضرورة ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي لمضاعفة الفرص التشغيلية لخريجي المؤسسات الجامعية، خطوة من شأنها تكثيف عقود الشراكة ونشر ثقافة المقاولتية في الوسط الجامعي ومرافقة الطلبة لإنشاء مؤسسات ناشئة وتحفيزهم على الابتكار والاختراع. وهذا ما وجدناه في حاضنة الأعمال مكتبي التي يقودها الدكتور الشاب سعد طيبي. استقبلنا في هذه الحاضنة لنتعرف معه على الفرص التي تقدمها للطلبة والباحثين في مجال المقاولاتية وريادة الأعمال. قمنا بتأسيس مكتبي اللي هي عبارة عن حاضنة أعمال ومسرعة أعمال. حاضنة أعمال من جهة لأنها موجهة للناس اللي راح يبدأ المشروع نتاعه، ومسرعة أعمال موجهة إلى الناس اللي عندهم ديجا بادين المشاريع نتاعهم وحابين يزيدوا يسرعوا في هذا الإطار. يعني أننا استقطبنا مجموعة من الطلبة وإحنا اللي أطرناهم وعرفناهم على مجال المقاولاتية، والحمد لله كان جزء منهم اهتمام نتاعه كبير جدا، وكاين اللي بدأ في الخطوات تاع التأسيس تاع المشروع نتاعه. كاين اللي هذا العام عندنا طلبة راهم في المدرسة العليا للمانجمنت في قليعة، راهم يحسوا في المشروع نتاعهم وهو يكون هو معناتها مشروع التخرج تاعهم مباشرة. هو بعد جزء من هذا التوجه هو يعني توجه عالمي، هو ترند في اللحظة الحالية، يعني يمكن استغلاله بطريقة يعني كبيرة جدا والاستفادة منه. تبقى دائما بالصح في الإطار، يعني في الإطار العام هو في أن التجربة لازم تكون فيها كينة مرافقة، لأن الإشكال الكبير كامل هو في المايندسيت، في العقلية، في عقلية على المقاول، مش في الهارد سكيلز، والله مش في التقنيات التكنولوجية أو الإدارية المباشرة. مش هذا هو التحدي، التحدي هو في بناء عقلية. هذه العقلية هذه تأثر في بناء ثقافة الأعمال في بيئة الأعمال الجزائرية. نقول للطلبة أبداوا ديروا مشاريع تاعكم في الجامعة، ماذا بنا السنة الأولى مثلا حاول تدخل في المجال، ادخل مع جمعيات، الجمعيات الفاعلة في إدارة الأعمال، روح شوف الجامعات مهما كان التخصص تاعك، روح الجامعات شوف الجامعات اللي يدرسوا إدارة الأعمال واش راه كاين، واش كاين فرص. يعني بعد فترة راح تكون كاين قيمة مضافة كبيرة جدا، لأن حتى الأساتذة يولي عندهم هذه الثقافة، أساتذة الجامعيين عندهم ثقافة ريادة الأعمال وتكون داخلة في المحتوى الأكاديمي أصلا. ربط الجامعة بالجانب المهني، يعني لازم نشركوا الشركات والمؤسسات والفاعلين في الجانب الميداني، هذا هم يكونوا فاعلين في هذا البرنامج، لأن هم اللي عارفين المشاكل وهم اللي قادرين يشاركوا في بناء هذا التصور مباشرة. الصورة هذه أهم 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 نقطة، يعني الجامعيين وتفاعلهم راح يكون هو المركز، ولكن الميدان الفاعلين في الميدان لازم يكونوا داخلين في الخطة مباشرة من اليوم الأول. يعني لكن نقولوا كاين الحمد لله، يعني كاين الآن حتى لجنة مكلفة بالحاضنات الجامعية، وهذا ثاني إطار محمود جدا، لأنه راح يوحد الجهود ويكسب الخبرات معناتها بين الجامعات، أن الحاضنات كانت كاين حاضنات عندها قيمة مضافة كبيرة وراح تمد هذيك المعرفة. قصة نجاح أحمد بن جلول من الجامعة إلى سوق العمل تستوقفنا للتمعن تارة وتارة أخرى لتؤكد عزم الطالب الجزائري على تقديم الأفضل. لا يتجاوز عمر أحمد 34 ربيعا، لكنه تمكن من استحداث مؤسسة بمعايير دولية. خرج من الجامعة كان عنده كلش نظري، صح؟ يقعد له غير التكييف الإدماج في الحياة العملية. هنا مش مالف بالتحديات، نعطيك مثال، يدخل في شركة يلقى كايتشارج، لازم يخدم هذيك، لازم يتواصل مع موظفين آخرين إلى آخره، كان بزاف حوايج يدخلوا في السوفت سكيلز. لذلك المبادرة هذه طيبة من أي جانب، كونه أنه يدرس في رسالة التخرج تاعه تكون على المقاولاتية وعلى المشاريع الناشئة،
سواء كان حيكون موظف او صاحب مشروع راح تفيده. ليش؟ كي يعرف هو المقاوله هذه كيفاش راهو واش تحتاج الشركه منه، واش الهدف منها. نهار كي يعود هو فرد من الشركه هذه كموظف راح يكون الاداء تاعو احسن، لانه كي نكون انا على بالي بالرؤيه تاعك، على بالي وين حاب تروح نقدر نعاونك. بصح كي ما يكونش عندي فكره النظره تاع صاحب المؤسسه كيفاش راهو يشوف في البزنس وكيفاش الهدف منه، ما يقدرش يعاون بزاف. هذه من جانب. وفي حال ما اذا كان عنده مشروع، حتى لو كان يمر على وظيفه تكون ديما الرؤيه هذيك في راسه وعلى باله واش لازم يتعلم من الوظيفه هذيك باش يطلق المشروع تاعو بعدين. بالكثير من الجدية والصرامة تحدث الدكتور عبد الرحيم عبد اللاوي، المتحصل على شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية من المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، عن تحديات ورهانات هذا المجال وطرق الاستمرار فيه. في الفلك تاع الرأسمالية نشوفوا باللي القطاع الخاص هو اللي يوفر واحد الحلول وهو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية. القطاع الخاص من يحركه؟ يحركه المقاولين. المقاولين هم اللي يعرفوا راهي المشاكل اللي يعانوا منها الناس ويحلوها. احنا في مشروع المجتمع نتمنى انه كثير من الطلبة الجامعيين يكونوا مقاولين، لانه جمعوا بزاف صفات، منها اكتساب مهارات البحث، عندهم واحد الاستعدادات معرفيه، عندهم واحد، هما يعتبروا راس مال بشري، ناس قاريه، ناس مثقفه، ناس تقرا مليح، ناس تقدر تستوعب الصدمه الحضاريه، ناس تقدر دير انتقال تكنولوجي حديث، بمعنى انه عندك مشاكل في الجزائر في الحياه الاقتصاديه، يقدروا هما يستوردوا حلول التي تنسجم مع البيئه الجزائريه. وبالتالي احنا مهتمين بزاف بالمكون الطالب الجامعي ونعمل فيه الكثير. طبعا كاين اللي يمشيو في طريق الوظيفه مليح انه يكون انسان جزء من نجاح تاع كيان، مليح، وكاين هو اللي اسس هذا الكيان ثاني، مليح، هذا عنده دور وهذا عنده دور وكلهم يكملوا التشكيله. كاين قول يعجبني انا، يقول لك من يدخل الطريق بدون مرشد سيستغرق 100 عام في طريق لا تتطلب سوى يومين. وبالتالي الطالب الجامعي هذيك الحماسه تاع الشباب وهذاك والمؤثرين اللي تبعهم يحكوا المقاولات يعمروه بهذيك الانرجي، من الجيد جدا انه يكون يمشي في حاضنه ولا دار تاع مقاولات مع استاذ يعطيه الارشاد الصحيح. لان احنا عندنا صبور وعندنا صبور فار، بصح خصنا صبور اتر، خصنا شكون يقول لك واش من نقطه هي الاولويه اليوم، وشكون النقطه اللي نوخروها خطره اخرى، كيفاش تنفيستي في العلاقات، كيفاش تميز. الراي الصواب هو اللي ماذا بنا ياخذوا هذا الطالب، بالاضافه الى الممارسات الجيده. قالوا شنو هو الام في بي، قالوا شنو هو الكامباني بروفايل، قالوا شكون هو البيتش داك، البزنس موديل واش هو. هذو واحد المفاهيم اللي لو كان يتعلمها بشكل جيد سيكون عقل مقاولاتي اللي يسمح له انه يدخل الميدان ويستغرق يومين في طريق يومين بدل ان يستغرق 100 سنه. العبور الى عالم المقاولاتيه اصبح اكثر من اي وقت اخر حتميه لا مفر منها، بل وشرطا اساسيا للقفز الى مسار الدول الناشئه والمتطوره. وتعميم الرقمنه يعمق اليوم من انتشار اقتصاد المعرفه الذي تتطلع اليه الجزائر الجديده في المرحله المقبله.